برحب بحضراتكم مرة تانية. ارتفاع شديد في درجات الحرارة، الناس كانت تعبانة جدا جدا الأيام اللي فاتت دي، وطبعا بسبب ارتفاع درجات الحرارة بالتالي كان في حرارة شديدة، كان في ناس أصابتها مشاكل في الجلد. احنا ممكن يكون عندنا طقوس أو عادات خاطئة بنعملها في ارتفاع درجات الحرارة وإحنا مش حاسين إن هي خاطئة، ولكن النهاردة هنتكلم مع حضراتكم إنه لما تيجي موجة زي دي مرة تانية المفروض إن هي الناس تستعد ليها إزاي. الناس داخلة على الـ يعني او اوريدي بقينا في المصيف، خلاص الناس هتعمل ايه؟ الناس اللي راحت اماكن كتيره واكتشفت وجود اناديل واتحرقت من الاناديل او اتلسعت من الاناديل، الناس دي هتعمل ايه؟ كل التفاصيل الجلديه والمشاكل هنتكلم فيها حضراتكم النهارده مع ضيفي وضيف حضراتكم الدكتور هاني الناظر، رئيس المركز القومي للبحوث الاسبق واستاذ الامراض الجلديه. يا دكتور صباح الخير. صباح الخير، اهلا بحضرتك. اهلا بحضرتك معانا. تابعت معانا موجه الحر طبعا. انا عايش فيها. انا عايش في موجة الحر. طيب يا دكتور الناس تعمل ايه بقى؟ احنا تعبنا جدا فعلا الفتره اللي فاتت. واحد قلتي تفضلتي وذكرتي حاجه في الاول، عادات خاطئه احنا بنعملها. طبعا احنا بنشارك بجزء كبير جدا في المشاكل اللي بتحصل لنا. اول حاجه بتكلم عليها كل يوم ان احنا لازلنا لغايه دلوقتي في هذا الجو، الناس لما بتستحمى بميه دافيه او فاتره. على فكره وناس كتير جدا، وده خطا قاتل. يعني الجلد سخن فانا بسخنه اكتر، انا عايز ارطبه. فلازم نستحمى بالميه اللي هي ناحيه اليمين الحنفيه، يعني البرد مش من الثلاجه، ميه برد. وناس تقول لي ازاي نستحمل؟ طب ما انتوا بتنزلوا في البحر. يعني بتدفوه قبل ما تنزلوا يعني او مش معقول. فلازم نستحمى بميه، دي بتهبط الجلد. ده رقم واحد. اتنين، في حس الحر ده ما ينفعش ان انا اخرج واقف استنى اتوبيس او ميكروباص من غير ما اكون معايا شمسيه او برنيطه بيضاء. الحاجات دي بتحميني وبتحمي الجلد. كمان لازم البس قطن. الالوان بقى واللبس الابيض. ابيض لازم نلبس الابيض، الجو الحر نلبس الابيض او ليموني لبني بامبا الالوان الفاتحه. بلاش الالوان غامقه لانها بتحتفظ بحراره في الجسم. ويكون ملابس قطن، ما ينفعش خيوط صناعيه. دي حاجات سؤال لازم ناخد بالنا. خيوط صناعيه مع درجه الحراره يحصل ايه؟ الجسم يعرق جدا. يسخن اكتر، هيعرق مع الحر، هيجي لي حمونيل وده منتشر جدا اليومين دول. ممكن تيجي فطريات في الجلد، حساسيه في الجلد. فكل ده عشان انا، ومش بس كده على فكره، لازم برضو الشباب البس فانيلا قطن تحت الهدوم. يعني البس فانيلا من تحت ليه؟ لان القطن بيمتص العرق. صحيح. وبعدين الناس بتعمل ايه من دول؟ مش لابس فانيلا، تبص تلاقيه بيعرق والقميص يبقى مبلول. صح. داخل بقى متفرهد، يروح واقف قدام المروحه. او التكييف. هتلاحظي اليومين دول ناس كتير بتشتكي، يقول لك انا جالي انفلونزا. ناس كتير وعظم الناس بتوجعهم بسبب هذا الخطا. عرقان ويروح قاعد قدام التكييف، او يقعد مثلا في عربيه ويوجه التكييف ناحيه صدره او وشه ويجي له جيوب انفيه. اخطاء صغيره بنعملها لكن ممكن تعمل لنا مشاكل كتير. لو راعينا الحاجات دي كلها مش هيحصل الكلام ده. طيب دكتور، الناس مع ارتفاع درجات الحراره بعد العرق بتحس ان هي سخنت، يعني جسمها او درجه حرارتها ارتفعت او دمها سخن، يعني او جلدها سخن زياده عن اللزوم. في الحاله دي نعمل ايه غير موضوع الشاور بميه برد؟ كل الحاجات اللي قلتها دي لازم نعملها. لكن في نفس الوقت لازم نشرب ميه كتير. يعني الناس برضو بتنسى، انا ليه عايز 3 لتر ميه في اليوم متوزعين على مدار اليوم. انا في اليومين دول بنصح الناس بحاجه لطيفه قوي مسميها انا ايه؟ شنطه الحر. انا بخلص. غير شنطه المصيف؟ غير شنطه المصيف، عندنا شنطتين. شنطه الحر اللي مش رايح صيف. طيب جوه في البلد انا بخرج الصبح بروح شغلي، شنطه صغيره فيها الاتي: ازازه ميه اللي هي 3/4 لتر بملاها ميه حنفيه، ما بقولش ازازه ميه معدنيه. ميه حنفيه 3/4، بحيث على مدار النهار بشربها واخلصها واشربها مره ثانيه، يعني كده بشرب لتر ونص. ماشي؟ طيب. يبقى اول حاجه في الشنطه ازازه الميه. نمره 2، كريم واقي من الشمس. والحاجات دي متوفره في مصر ومش غاليه وبتصنع في مصر. بحطه على الاماكن المعرضه للشمس فبحمي جلدي من الحروق. رقم 3، قطعتين ثمرتين خيار. اكلهم وانا في الشغل وانا في اي حته. ليه؟ الخيار بيرطب وبيمنع العطش. ده مهم. الحاجه اللي بعد كده قطعه مخلل. معقوله؟ ليه؟ انا لما بعرق كتير بفقد املاح. لما بفقد الاملاح بيحصل لي مشاكل كتير. فقطعه المخلل دي بتعوضني الملح اللي انا بفقده مع العرق. طب معلش بقى، عفوا، مش المفروض ان الاملاح دي لما بتزيد في الجسم الانسان تكون مضره؟ امتى؟ لما اكل مثلا طبق مخلل. انا بقول قطعه مخلل. تمام.
فدي هتعوض لي الملح بفكرة. يعني هو مش الصح اننا طول الوقت نتخلص من الاملاح دي؟ لا لا، لو فقدت املاح كتير يحصل لي تقلصات، ودي تبقى داخل اخش على ضربه شمس بعد كده. لا طبعا لازم احافظ على مستوى الملح في جسمي، ده مهم جدا. والقطع الخفيفه دي طبعا تعمل بالانس، يعني هتعمل البالانس كويس. يبقى احنا ايه، منعنا كده الفقدان الاملاح، شربنا الميه، ومعانا ايه الحاجة. اخر حاجه حضرتك، يبقى معايا دايما قرصين مسكن. ليه بقى؟ لقيت نفسي وقفت في الشمس كتير وابتدى يجي لي صداع، ده احتمال اكون داخل على ضربه شمس. اعراضها ايه بقى يا دكتور بالمناسبه؟ اللي انا بقول عليه، صداع، هبوط جامد، عرق غزير، يبقى الواحد مفيش تركيز على طول. لازم على طول لو حصل لي حاجه زي كده قرصين مسكن، وعلى اي مكان ضل واقعد واشرب ميه. ده مبدئيا الى ان طبعا دي اسعافات يعني اوليه، ده عشان ما يخشش في ضربه الشمس. تمام. اخر حاجه، يبقى معايا في ايدي برنيطه بيضاء شمسيه صغيره، انا واقف على الرصيف مضطر امشي في الشمس، ابقى رافع الشمسيه، فدي بتحميني، بتحمي الجلد وبتحمي الراس من ضربات الشمس. فشنطه الحر دي شنطه صغيره قد كده اهو، تبقى معايا طول النهار، وانا رايح الصبح ابقى انا في امان، ما عنديش مشاكل لا على الصحه ولا في الجلد باذن الله. طيب، الناس اللي بيظهر لها زي ما حضرتك قلت حمونيل او حبوب بتبقى مصاحبه لارتفاع درجات الحراره او للصيف، الحاجات البروتكتيف لده ايه؟ شوفي حضرتك، طبعا يعني كمان حمونيل بيظهر عند الاطفال، انا عايز اقول الامهات لازم التهويه باستمرار الجيده، لبس القطن لما الاطفال يناموا بالليل لانهم بيعرقوا اكتر مننا، بحط تحتيهم فوطه خصوصا الاطفال الصغيرين، فبتمص العرق، مع تغيير الملابس بتاعتهم باستمرار، وزي ما قلت حضرتك الاستحمام البارد، الميه المارده مرتين في الاسبوع، ودايما نستخدم صابون الجليسرين، بلاش اي انواع صابون معطره او حاجات زي كده، دي مع شرب الميه بتمنعني باذن الله. طب افرض بقى حصل حمونيل، بجيب من الصيدليه غسول كلامينا، غسول كلامينا ده برجه وبدهن الجلد في الاماكن اللي فيها حمونيل مره الصبح ومره بالليل، ان شاء الله اربع ايام او خمس ايام بيبقى ما فيش حمونيل ان شاء الله. طيب، موضوع الـ يعني العرق، الناس بيبقى في نسبه عرق بتخرج من جسمها كتيره جدا بس نسب متفاوته، هل ده له علاقه بموضوع المسام؟ يعني الشخص اللي بيبقى فيه بيخرج منه نسبه عرق اكتر من الشخص التاني من جسمه، هل ده مثلا المسام بيكون فيها مشكله ولا ده النورمال ولا ازاي؟ دي ظاهره ناس كتير بتشتكي منها، حتى في ناس بتشتكي من ظاهره تعرق الايدين والرجلين. دي ظاهره فسيولوجيه، العرق ده بيطلع من غدد عرقيه عندنا. عند بعض الناس الغدد دي بتبقى نشطه زياده عن اللزوم، على فكره ده مش مرض، يعني مش مرض، ولكنها ظاهره فسيولوجيه عند بعض الناس. عايز اقول للناس ما تجريش ورا الاعلانات، يعني ما فيش دواء هيمنع عرق ولا جراحه ولا كلام من ده. الحاجه الوحيده اللي بنلجأ لها دلوقتي حديثا اذا كان الانسان مش قادر قوي، اللي هو حقن البوتوكس. البوتوكس يعني بيخلي الايد على الاقل ست شهور بس، ده للايد بس لو باقي الجسم كله هيقدر الناس تعمل بوتوكس؟ ما فيش ادويه، صعب صح؟ ما حدش ياخد هرمونات وكلام من ده. وبمناسبه العرق برضه عشان ما انساش، ناس كتير بتشتكي من مزات العرق وبتخاف منها. طبعا اولا نقول للناس الكلام اللي بيتكتب على الفيسبوك ان مزات العرق بتعمل سرطان، ده تخريف، مش حاجه اسمها كده. لكن امن حاجه وافضل حاجه للعرق هو الشبق البودره، بدل ما استخدم حاجات غاليه دي بتتجاب من عند العطار؟ من عند العطار بودره كده بيبقى ليها تاثيرين، كبودره بتمتص العرق وتقفل المسام، نمره اتنين بتقلل العرق، ثلاثه يعني ما بتخليش فيه ريحه او الوان تضايق الواحد في هدومه. تمام، ده بالنسبه لموضوع العرق. طيب، هل في اكل معين المفروض ان هو يتاكل في الصيف وما يتاكلش في الشتاء والعكس؟ يعني هل في اكلات معينه في الصيف انا ما ينفعش ان انا اكلها؟ مع الجو ده في حاجات لازم نراعيها، بالاضافه لشرب الميه كتير، لابد ان انا اكون حريص على طبق سلطه خضراء يوميا. في المكونات المعروفه طبعا اللي هو الخيار، الجرجير، الفلفل بالوان مختلفه، وطماطم وجزر. الخمسه دول مهمين، ده مهم قوي في الوقت ده. الفاكهه الطازجه خاصه البطيخ، الكنتالوب، الشهد، اللي هي حاجات عائله الشمام، يعني دي بتروي العطش وبتقلل الاحساس بالعطش، وفي نفس الوقت فيها الياف مفيده جدا وبتدينا ميه. بلاش بقى الحاجات الحلويات، بلاش الاكلات اللي هي حاجات دسمه والسبايسي بلاش. يعني في ناس في الجو في ده، في ناس ما بتعرفش تاكل غير اكل سبايسي. لا ده مش ده هيسخن الجسم، صح؟ انا عايز ارطب، فاحنا عايزين نشرب ميه كتير، سلطه كتير، فاكهه كتير، بلاش الاكل الدسم، بلاش المشروبات السخنه كتير.
يعني في الجو ده الشاي بقى قرفه وزحلقه. في ناس الشاي والنسكافيه ما بتقدرش تستغنى عنه صيف شتاء. الصبح اه لكن على مدار اليوم مش 5 6 مرات شاي. انا هسخن جسمي وانا عايز ابرد جسمي. طيب تمام يا دكتور. خلينا ناخد مدام امل. مدام امل صباح الخير. مدام امل طيب تحاولي تكلمينا مره تانية. تمام يعني دي نقطه ان احنا نحاول على ما نقدر نشرب حاجات تكون مرطبه، بلاش الحاجات اللي سخنه قوي ده في الفترات اللي معلش عايز اوصل الناس كده توصيه كمان. اتفضل. يا ريت بقولها كتير بس لازم اقولها للي ما سمعناش، بلاش حكايه الليفه. دكتور حضرتك قلتها لي المره اللي فاتت وكل وانا قلت لحضرتك الطلب ده صعب قوي. والله في ناس بدات تستجيب. معقوله؟ اه والله. يعني انا يبقى عندي حمو النيل وجسمي ملتهب واقعد ادعك بالليفه؟ تعالي نفكر بعقل كده. طب ما انا هلهب الجلد اكتر. طب ايه؟ طب اوكي ممكن نقول الناس البديل، الناس تعمل ايه يعني؟ اي حاجه ناعمه. يعني يعني ممكن يستخدموا مثلا اي فوطه ناعمه او اي ليفه بس تكون غير هارد قوي يعني. غير اللي هي النبات اللوف. غير نبات احنا طول عمرنا سبحان الله طول عمرنا كنا نعرف ان ده اكتر حاجه صحيه، ولما ظهرت الانواع الاخرى يعني اللي في انواع تانية كتير موجوده بقى، يعني بقى ناس كتير تقول لا ده مش صحي، ده بيعمل سكراب عالي قوي للجلد، فخليكوا في الانواع الطبيعيه مفيش احسن حاجه طبيعيه. ده متعرف عليه طول الوقت نسمع الكلام ده. ايوه بس العلم بيتقدم. يعني طب ما في حاجات كتير كنا فاكرينها من 50 سنه صح واكتشفنا دلوقتي ان هي كانت غلط. لا هو حضرتك ذكرت نقطه مهمه جدا انا فاكره في حلقه رمضان، حضرتك قلت انه لما بتكون مبلوله وبتفضل موجوده في بكتيريا وفي فطريات بتبقى موجوده فيها، بعد كده بنكي ناخدها تاني نستخدمها على على الجلد. فبتنقل البكتيريا تاني. ما فيش ابدا اي طريقه نتخلص منها من نعقمها يعني زي ما نقول كده. هتعقمها ازاي؟ لازم تسيبيها مبلوله. هتنشفيها بس شوار وتسيبيها جافه. مش هيحصل طبعا. فيعني في وسائل اخرى نضافه بقى بالذات كمان من دول عشان حمو النيل. جلد ملتهب يعني وفي حبوب حمراء وبتحرق الجلد، اجي انا بالليفه ادعك اكتر فبتزود الالتهاب. فيا ريت هو ميه بارده بصابونه جليسرين امن حاجه للجلد وهتخلي الجلد رطب وكويس ومفيش مشاكل. طيب نروح عشان الناس في المصيف دلوقتي المفروض وعايزين برضو نتكلم معاهم ونقول لهم شويه نصايح وشويه شنطه المصيف بقى معلومات. ندخل بالاول بدايه بشنطه المصيف وبعد كده ندخل بقى بباقي المشاكل. اتفضل. تمام. الصيف طويل لسه الناس لسه هتبدا تطلع مصايف. عايزين واحنا مسافرين او سوري يعني هننزل الشاطئ برده معانا شنطه صغيره فيها المكونات الاتيه. رقم واحد برده كريم واقي الشمس. لان الشمس انا عايز اقول للناس حاجه، ساعات بيبقى يقول لك ايه انا قاعد تحت الشمسيه وبرغم كده اسمريت. الحراره؟ لا البحر بيبقى زي المرايه بيعكس اشعه الشمس. فمش شرط ابقى واقف في الشمس كده. الرمله البيضاء الناعمه دي بتبقى زي المرايه فبتعكس لي الشمس. فدايما ابقى حاطط الكريم الواقي. يبقى رقم واحد في شنطه المصيف كريم واقي للحمايه من الشمس. برضو ما بفكر الناس بالنسبه لواقيات الشمس ان هناك كريمات وهناك محاليل يعني سائل. فاذا كانت انا بشرتي دهنيه بحط كريم واقي من الشمس. تمام. قصدي محلول. انا اسفه المقاطعه، احنا هنكمل بقيه الشنطه بس ناخد استاذه منيره ونرجع مره ثانيه. استاذه منيره صباح الخير. صباح النور. اهلا يا فندم. ممكن اكلم دكتور هاني؟ اتفضلي يا دكتور هاني مع حضرتك. امرك. يا دكتور ازي حضرتك؟ بخير يا فندم الحمد لله. الحمد لله. دلوقتي يا دكتور انا ابني عنده 4 سنين وطلع له بعد يعني احنا رحنا مصيف اسبوع بعد ما المصيف خلص طلع له حبوب اخرها ابيض كبيره في وشه وكل يوم يطلع له تقريبا حبايه. ورقبته وظهره وصدره؟ لا لا مفيش حاجه يا دكتور حمونيل العادي. كويس. بصي حضرتك زي ما قلت انا اللي هنعمله طبعا اليومين اللي جايين الحموم بميه بارده. هنجيب من الصيدليه غسول كلامينا. باخد الغسول برجه كويس قوي وبايديا بدهن الوجه الاماكن اللي فيها الحبوب مره الصبح مره الظهر مره بالليل. تهويه باستمرار. تحليل او حاجه؟ لا لا ولا تحليل ولا حاجه، ده حاجه منتشره من دول، ده سويت راش او حمو النيل. ان شاء الله اسبوع مفيش اي حاجه بس زي ما قلت لحضرتك ناخد بالنا يعني ايه يبقى في تهويه باستمرار وترطيب للجلد مش هيكون في مشكله. بشكرك يا استاذه منيره شكرا جزيلا لحضرتك. طيب ناخد استاذه غاده وهنكمل اسئلتنا. استاذه غاده صباح الخير. السلام عليكم. وعليكم السلام. الو. ايوه استاذه غاده اتفضلي. دكتور هاني موجود مع حضرتك اتفضلي. طب لو سمحتي انا ابني 4 شهور وفوق ركبته كده حاجه عامله زي البهاء مربعه كده، مربعه كبيره. لون ابيض؟ لون ابيض؟ ابيض بيضه. اتولد بيها؟
لا انا مش شفتهاش اول ما اتولد، انا بقالي مثلا هو بقاله 4 شهور ونص، يعني بقالي مثلا شهر كده واخده بالي منها. انا حاسه لا انا ما اتولدش بيها، مش عارفه الصراحه. هل بتزيد؟ ايه؟ بتزيد في المساحه؟ لا كبيره بقى، كبيره المساحه. كبيره. لا يعني كل كبيره كده، مستطيله كبيره. مش كل شويه بتزيد؟ لا ما بتزيدش، ثابته. طب هل لونها ابيض قوي زي اللبن الحليب ولا يعني ابيض مطفي؟ لا ابيض زي البهاء، عارف حضرتك البهاء كده. لا معلش، مش عارفه ده بهاء ولا ايه. عشان كده انا مش عايزك تشخصي. ليه؟ لان احيانا بيجي للاطفال الرضع وحمات لونها فاتح، دي ممكن تكون وحمه مش بهاء. فما تبعديش قوي كده وتخش في انتوا حد عندكم في العيله عنده بهاء؟ لا لا. طيب فما تبعديش وتبقي متوسوسه، غالبا دي هتكون وحمه. وعشان تطمني برضو ابعتي لي صوره ليها على صفحتي على الفيسبوك هاني الناظر. خلاص وانا هطمن حضرتك اكتر. طيب اطمني فيك. شكرا لحضرتك، بشكرك شكرا جزيلا. استاذه غاده، ناخد استاذه ضحى. استاذه ضحى صباح الخير. استاذه ضحى. طيب استاذه امل. استاذه امل صباح الخير. سكت قطعت. استاذه امل من فضلك بس من فضلك كنت عايزه اسال بس الدكتور هاني. يا استاذه امل صباح الخير الاول. صباح الخير يا فندم. صباح النور يا فندم. طيب حضرتك حابه تكلمي دكتور هاني؟ موجود مع حضرتك، اتفضلي. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا فندم، اهلا بحضرتك. من فضلك انا عندي 63 سنه. ايوه. ومن مده شهر لقيتي بقع في عند رقبتي كده من ورا. لونها ايه يا فندم البقع؟ لونها ابيض. بقع صغيره جنب بعض كده. لا هي يعني بقعتين، بقعه كبيره شويه وبقعه صغيره. البقعه الكبيره الابيض ظاهر قوي، والثانيه لسه حاجه. يعني بقى لي شهر دلوقتي لقيت في نقط بيضه في رجلي وفي ايدي. مساحتها قد ايه يا فندم؟ يعني الكبيره يعني دايره، هي دايره صغيره، يعني دايره صغيره قوي. تمام. في مشكله في التليفون. اللي هم في رجلي اللي طلعوا. يعني استاذه امل الصوت بيروح ويجي، ف احنا مش سامعين حضرتك كويس. طب يا فندم يا ريت تحاولي تكلمينا مره ثانيه. انا بشكرك شكرا جزيلا. يا اساتذه احنا معانا اتصالات ثانيه للاسف الصوت. طيب معانا استاذه سحر. استاذه سحر صباح الخير. بعد اذنك كنت عايزه اسال الدكتور. ابني عنده 27 سنه ومن حوالي 6 شهور جات له ثعلبه في 4 أو 5 اماكن في دماغه. تمام. فوديته مستشفى الحوض المرصود، خد حقن 3 أو 4 مرات، لكن برضه لغايه دلوقتي ما ادتش النتيجه اللي هو عايزها. برضه الشعر لسه ما طلعش لدرجه في دقنه وفي 4 أو 5 اماكن في شعره. ألف سلامة. يا دكتور ابني يعني نفسيته تعبانة جدا. حاضر. حاضر. ربنا يخليك. هستأذن حضرتك، أنتِ خليكي معايا. أنتِ عارفة صفحتي على الفيسبوك؟ طب هتخش حضرتك دلوقتي هتلاقيني كاتب من فترة، من أسبوعين ثلاثة. حاطط روجيتتي فيها تركيبة لعلاج الثعلبة. ومعاها ومعاها فيتامين. هيستعملها زي ما أنا كاتبها بالظبط لمدة 2 شهر، وتابعي معايا لو سمحتي على الصفحة. حاضر اوكي. اشكرك يا استاذ سحر، شكرا جزيلا يا فندم. معانا استاذه سميه صباح الخير. ايوه سميه صباح الخير. انا بتكلم الدكتور هاني. دكتور هاني مع حضرتك يا فندم، اتفضلي. لو سمحت يا دكتور، ايديا ضوافري كده من فوق، ضوافري يعني بيجي لها انتفاخات من تحت كده وتكسير في الضفر نفسه، تشوهات في الضفر نفسه. ضفرين واحد عمل كده والثاني وراه. الضفر ملون لونه اخضر ولا حاجه؟ لا لا ابيض خالص. لا بيعمل حواليه كده لون يعني طبقه سودة شويه. لا معايا بالراحه. حوالين الضفر اللحم نفسه ملتهب ومنتفخ. مش كتير يعني. ولا مش يعني خفيف حضرتك؟ التهاب خفيف؟ ايوه خفيف خفيف. طب الضفر نفسه شكله ايه؟ متشوه بقى، بيتكسر كده. في انتفاخات تعرجات كده. بقى لها قد ايه الحكايه دي حضرتك؟ بقى لها اكثر من شهر. سواء الضوافر كلها والصوابع كلها ولا واحد او 2؟ لا
لا واحد عمل كده والتاني بعديه. في ايدك اليمين حضرتك؟ ايوه في ايدي اليمين. انت حضرتك ست بيت؟ ايوه ست بيت. ده من الميه والصابون، لو سمحتي عايزين نلبس جوانتي اثناء غسيل الاطباق والهدوم. تمام؟ لو عملت كده ومفيش ميه جت على ضوافرك خالص هتخف تماما، وكل يوم بالليل تدهني مناطق الجلد حوالين الضفر بفازلين. ممكن ايه دكتور؟ فازلين، فازلين طبي ده. فازلين اه. هندهن كل يوم بالليل ونلبس جوانتي هتختفي تماما، انما لو استمريتي في الميه والصابون هتزيد. تمام. بس كده. طيب مفيش معين ولا حاجه. لا لا بس تلبسي جوانتي حضرتك. طيب انا بشكرك فندم، شكرا جزيلا. طيب احنا رجعت لنا مره تانية استاذه امل. استاذه امل اتفضلي يا فندم. يا دكتور انا كنت رحت للدكتور وشخص البقعه ديت انها بهاء. تمام. بس انا ما جبتش العلاج لاني يعني مش عارفه، ما اقتنعتش او مش عارفه، فمش عارفه راي حضرتك فيه. لا ما ليه ما اقتنعتيش؟ مش حضرتك رحت للدكتور امراض جلديه؟ اه طيب. تمام. طيب وحد شاطر وكويس؟ انا كنت اول مره اروح، بس يعني فوجئت ان لما قال لي بهاء وكده، فطيب قلت له طب ما فيش اي تحاليل اي حاجه عشان نتاكد ان فعلا البهاء؟ قال لي لا هي بهاء وعدي عليا كل شهر نشوف ايه. فبعد شهر ظهر البقعه البيضاء اللي قلت لحضرتك. وحضرتك ما خدتيش العلاج اللي كتبه الدكتور؟ وحضرتك ما خدتيش العلاج اللي كتبه الدكتور؟ لا ما خدتوش. طيب ما هو لازم يزيد. عموما بص حضرتك يعني لو كان بهاء لازم ناخد علاج، والبهاء ده حاجه مش عيب، يعني افرض في بهاء لازم ناخد علاج. ومع هذا برضو حضرتك توقفه يا دكتور؟ طبعا ليه علاج. لو هو بهاء بص يا فندم وقف، هقول لحضرتك في علاج جديد للبهاء كويس جدا وفعال وبنديه للمرضى دلوقتي وبيختفي البهاء. ما اقدرش اعرف اسمه او لا حاجة. ما اقدرش طبعا اقول اسماء ادويه على الهواء، بس اقول لحضرتك حاجه، حضرتك عندك حساب على الفيسبوك؟ اه نعم، ضايفه حضرتك على طيب ابعتي لي حضرتك رساله دلوقتي وانا وابعتي لي الصور ليها لو سمحتي. تمام يا دكتور. صوري وابعتيها وانا اقول لحضرتك العلاج. حاضر. بشكرك يا فندم، شكرا جزيلا. ميرسي يا فندم. معانا مين يا اساتذه؟ معانا مين تاني؟ طيب لحد ما يكون معانا اتصال ناخد شويه اسئله. معانا حد؟ طيب نكمل اتفضل. احنا قلنا شنطه المصيف رقم واحد فيها كريم واقي من الشمس. رقم اثنين حضرتك فيها ازاز فيها محلول بتادين المطهر. ليه؟ انا ممكن ابقى ماشي على الشاطئ ادوس على صخره وادعه مكسوره قطعه بلاستيك لعبه طفل اتعور كبار او صغيرين، فلازم اطهر المكان على طول بالبتادين. طيب. والا يحصل تلوث. طيب هنكمل ناخد استاذ محمد. استاذ محمد صباح الخير اتفضل. صباح النور يا فندم. اهلا بحضرتك اتفضل. الله يبارك فيك، ازيك يا دكتور؟ صباح الخير. بخير يا محمد. إيه حضرتك انا بشتكي من الصدفيه وشغال بالكورتيزون طبعا. اه هل منتشره في الجسم يا محمد؟ هي نقطيه مش اللي هي اللوحيه. يعني ايه الاماكن اللي فيها الصدفيه في الجسم؟ في الجسم كله تقريبا يعني، بس نقط متباعده مش اللي هي مش حاجه كبيره يعني. ما دام في الجسم منتشر برضه انصح ان انت تروح سفاجه. العلاج في سفاجه اللي هو الاستشفاء البيئي افضل وسيله لعلاج الصدفيه. لا يقارن بالادويه، لا يقارن بالادويه الحديثه اللي نزلت ولا الحقن. اربع اسابيع بيجيب نتيجه كويسه، وفي نفس الوقت ملوش اثار جانبيه لان ده عباره عن ميه وشمس. ثلاثه العلاج هناك ببلاش. وفي مركز هناك بيستقبل المرضى المصريين، العلاج مجاني. فانا انصحك في اول فرصه تجيلك يعني خصوصا في الصيف الايام دي انك تروح سفاجه على طول واستفيد بالعلاج ده لانه امن، ليس له اثار جانبيه وفعال للغايه. يا فندم تؤمن فيك بشكرك شكرا جزيلا.
دكتور احنا للاسف وقتنا انتهى مع حضرتك. لا تحت امرك المره الجايه. اه كان لسه في اسئله كتير والمشاهدين كمان فتحوا مجال لاسئله لموضوعات كمان مهمه جدا. انا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور هاني الناظر، وان شاء الله لقاء يتجدد مع حضرتك مره اخرى. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا. حاولنا النهارده نتابع مع حضراتكم المتغيرات والاحداث اللي موجوده من خلال متابعاتنا الاخباريه، وختمنا مع حضراتكم بلقائنا مع دكتور هاني الناظر. للاسف الوقت ما سمحش النهارده اننا ناخد باقي الاسئله، بس ان شاء الله نكمل اسئله حضراتكم في الحلقات المقبله. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، بكره مكملين معاكم وباقي متابعاتنا في صباحك عندنا. مع السلامه.